أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل عشان نلتقي بالجزء الثاني من حلقتنا، الجزء الشيق اللي كلكم بتستنوه. والنهاردة زي ما قلنا في المقدمة هيكون جزء مخصص عن جميع الأمراض الجلدية. أي حد عنده أي سؤال عن أي حاجة متعلقة بالأمراض الجلدية يتوجه بيه السؤال إن شاء الله. النهاردة زي ما احنا شفنا في أسئلة كتيرة وقلنا قبل كده، أسئلة خاصة بتساقط الشعر، أسئلة خاصة بالارتكارية، أسئلة خاصة بحب الشباب، أسئلة خاصة بالبقع البيضة اللي ساعات بتبان في الوش على الخدين. كل دي أسئلة بنسألها وبنسمعها كتير، وبتلاقي المرضى بيحاولوا يحاولوا يلاقوا أي حلول ليها، ممكن عن طريق صيدلي، ممكن عن طريق دكتور ممارس عام، ممكن عن طريق أخصائي مش متخصص في أمراض الجلدية، فطبعا للأسف ما بتكونش النتائج سليمة. النهارده ان شاء الله انا سعيد جدا 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 لوجود استاذه الدكتوره منال بصيله، استاذ الامراض الجلديه بكليه طب قصر عيني، لان هي فعلا قامه علميه هتقدر باذن الله ان شاء الله تجاوبكم على كل اسئلتكم، وان شاء الله نستفيد وكلكم تستفيدوا معانا. اهلا وسهلا دكتور. انا اللي اسعد يا دكتور وليد، ويعني انا اتشرفت انك دعيتني ان انا اشارك معاكم في القناه وفي البرنامج كونسلت. يا اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا حضرتك. زي ما قلنا في المقدمة ان احنا النهاردة في اسئلة كتيرة قوي قوي، عايزين هنبدأ دايما بالحاجة المنتشرة والحاجة اللي اكثر انتشارا، هي التساقط الشعر. نعرف ايه هو تساقط الشعر، ايه انواعه، اسبابه، ونفرق ازاي بين ده وبين دوت، وامتى العيان يقول لا ده نمشي في السكة دي او نمشي في السكة دي. تمام، طبعا بشكرك على السؤال المهم جدا ده، لانه فعلا شكوى متكررة عندنا في العيادات طول الوقت. وتساقط الشعر عبارة عن نوعين، يا إما تساقط محدد بمعنى أن تبقى في منطقة محددة في فروة الرأس الشعر مش موجود فيها، يعني منطقة خالية تماما من الشعر، ده التساقط المحدد، أو التساقط المنتشر في فروة الرأس كلها. التساقط المحدد ده بيبقى في الأغلب حاجة من اتنين، يا إما ثعلبة يا إما قراع. الثعلبة ده نوع من أنواع الأمراض اللي هي بيبقى نتيجة نشاط مناعي، نتيجة بقى ستريس، نتيجة ضعف في النظر، حاجات كده بيقع الشعر في المنطقة دي، ودي حاجة بنشوفها كتير قوي، ولو جات لنا بدري الحقيقة علاجها بيبقى تام وجميل وشفاء كامل إن شاء الله. أما النوع التاني اللي هو قراع، اللي هو نوع من أنواع البكتيريا. أعتقد دي الثعلبة صح؟ تمام، اللي هي حاجات محددة، دايرة بالزبط. محددة فيها فقدان للشعر، سواء دايرة واحدة اثنين ثلاثة زي عندنا في الشخص ده، ودي بالظبط دي اللي بنسميها ثعلبة. وممكن بيبقى شكل مشابه لكده، بيبقى الجلد برضو ما فيهوش الشعر، وبيبقى مكانها ممكن نلاقي قشرة، نلاقي حاجات كده، دي ممكن تكون فطريات اللي هي اسمها قراع الاسم التاني بتاعها، ودي بنشوفها كتير قوي قوي في الأطفال، بتحتاج إنها تاخد علاج فترة بمضادات للفطريات، وبرضو الشعر بيطلع، بتبقى نتيجتها ممتازة، ما فيش فيها مشاكل خالص. بس في الحالتين دول لازم إن احنا نتوجه للطبيب على طول، أو الملاقي منطقة محددة لازم أروح، علشان الطبيب هو الوحيد اللي هيعرف يفرق بين الحاجتين دول، فما ينفعش إن احنا نعمل حاجات ونأخر علاج على حاجة ممكن تتعالج بسهولة. فدي أول حاجة اللي هو سقوط الشعر المحدد. تاني حاجة سقوط الشعر المنتشر في فروة الرأس، اللي هو الشخص تقريباً زي دي كده هون. تمام بالضبط كده. دي السيدة دي قبل العلاج وبعد العلاج. بالضبط كده. سقوط الشعر المنتشر قبل العلاج اللي على الشمال، وبعد العلاج اللي على اليمين. بالضبط كده. تمام. شايفينها. تمام. سقوط الشعر المنتشر ده بقى ده بنشوفه كتير جداً جداً جداً. واكتر طبعا الناس بيشتكوا منه هم السيدات، لان طبعا معروف ان الشعر ده تاج المراه، فاول ما السيده بتحس ان الشعر قل على راسها طبعا دي حاجه بتضايقها جدا. اسبابه في المجمل حاجتين، الحاجه الاساسيه ان يبقى فيه استعداد وراثي، يعني يبقى فيه في العيله، سواء العيله دي اب ام خال جد، يكون برضو شعره قليل، فبيتورث للبنات او للولاد. الولاد بيجي لهم صلع، البنات أو السيدات ما بيجي لهمش صلع طبعا، لكن يبتدي الشعر يخف شوي، فده بنسميه استعداد وراثي. فدي حاجة. الحاجة التانية إن هو يكون سقوط الشعر ده نتيجة مثلا خلل في الغدة الدرقية اللي بتبقى هنا. ساعات كتير سيدات عندنا في مصر
موجودة أولا الخلل ده في نسبة عالية جدا زي ما حضرتك عارف في السيدات بتوعنا، وكتير ما بيبقوش عارفين يعني، ساعات بيكتشفها الدكتور الجلدية مثلا، هي جاية بتشتكي فبنطلب التحليل فبنعرف مثلا، أو بتبقى السيدة دي عندها نقص في الحديد، وده برضو بنشوفه كتير جدا في سيدات مصر، فبيعمل لها ضعف وإلا يعني تقليل في الشعر اللي على فروة الراس، أو لو طبعا اتحطت في مواقف ستريسفول زي ولادة زي عملية جامدة، كل ده بيؤدي إلى هذا الصمت. فإحنا بنحتاج ساعتها إن إحنا ناخد في الأساس حاجات بتنشط الدورة الدموية بتاعة فروة الراس، بتنشط بصيلات الشعر عشان تخلي البصيلة تطلع شعرة قوية ما تسقطش بسهولة، تطلع شعرة أكثر سمكا فيبقى الشعر مالي على فروة الراس، يعني شوية حاجات بتندرج تحت المقويات لفروة سوري لبصيلة الشعر وللشعر. سؤال معلش، يعني هنقول إن الناس اللي عندهم استعداد جيني إن هم عندهم تساقط شعر أسري، أيوة. إحنا كل اللي بنعمله طبياً إن إحنا بنحاول نحافظ على البصيلات اللي موجودة ولسه فيها شعر، ونحافظ على الشعرايه بدل ما تبقى ضعيفة ورفيعة نبدأ نقويها ونقوي البصيلة بتاعتها عشان ما تقعش، إنما مفيش دواء يخليها ترجع تاني غير الأدوية طبعاً. في أدوية بتقعد يعني بتعمل بيقولك تمشي على مدى الحياة عشان تقعد ترشيها عشان يعني تزود شوية الشعر، لا أنا بتكلم كدواء مثلاً زي مثلاً بتاع القراع أو بتاع الثعلبة أو لا، دي إحنا دلوقتي بنحافظ على الموجود ونحسن مظهره. مظبوط، بنحافظ على الموجود وبنحسن مظهره وبنمنع التساقط للسنين الجاية، لأن ما هو أنا مش عايزة أن الموضوع يبقى أوحش على مدار السنوات القادمة. ما أنا قصدي كده بنحافظ على اللي موجود. وكمان الدواء اللي هو حيك بتقول عليه اللي هي البخاخة اللي بنرشها بانتظام دي، الحقيقة هي من الحاجات الكويسة جدا. ليه؟ لأن هي لا ممكن تزود العدد. ما هي بتزود العدد بس مشكلتها أولا إن الأسعار بتاعتها غالية، نمرة تعتبر لبعض الناس غالية يعني تمام، نمرة اتنين إن هي لازم تستمر عليها مدى الحالي، مجرد قطعتيها الشعر بيرجع تاني يقع. نمرة ثلاثة دي شكاوي ناس، أنا بحكي لك، أنا مش بتكلم كدكتورة، بتكلم كناس بتحكي. ما أنا هرد على عايزة حد تقول لي علشان أرد عليه. صداع جامد جدا، كتير اشتكوا من الصداع جامد صح قوي. صح، هقول لحضرتك حكاية إنها غالية، ده الأصلي المستورد الأصلي هو اللي غالي، لكن الحقيقة في عندنا منتجات بدائل مصرية جميلة وبتجيب نتائج كويسة وسعرها لا في متناول الجميع حقيقة. في حدود كام المصري؟ 60 جنيه بيقعد مع الشخص طبعاً. شهر لا 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 رائع بالنسبه لحضرتك لان تمن اسعار لا 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 الثاني ده المستورد، واحنا الحقيقه يعني بنكتب المصري لان هو كويس، وفي كمان عده شركات مصريه بتنتجه، فاحنا ما عندناش مشكله معاه كسعر. الحقيقه هو متوفر وموجود. نيجي بقى على حكايه ان هو يستخدم على طول، صح. هو طبعا الرد بتاع حضرتك ده مظبوط 100% ان هو بيستخدم على طول. ليه بيستخدم على طول؟ لانه الاستعداد الجيني موجود على طول، فهو زي كده حد عنده استعداد وراثي ان شعره يبيض بدري. في ناس كده شعرهم بيبيض عند مثلا ال 25 وال 30، هو لازم هيفضل يصبغ بعدين هيفضل يعني مش هنقدر نديله علاج يخلي شعره غامق او يصبغ مره واحده الى الابد. ليه؟ لانه استعداد وراثي، على عكس زي ما حضرتك قلت القراع او الثعلبه، لان ده مرض جه وهنسحبه يعني جه وهيمشي، انما ده استعداد فبيفضل موجود عند الشخص. والحقيقه هي مش حاجه مرهقه ان حد يبخ مره في اليوم حتى سنوات، احنا بنعمل حاجات كتيره قوي في اليوم، فدي مش 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 مرهقه، مش بتاخد وقت من الشخص، بس هو لازم يكون مدرك ان هو هيبقى عنده الاستعداد ان هو يستمر عليه. انما الحاجه المهمه هي الصداع. أيوة. الحقيقه ده حقيقي، في نسبه من الناس بيجي لهم صداع، هي نسبتها حوالي من 7 الى 10% من الناس بيجي لهم، بس في 90% ما بيجي لهمش، وانا مش هعرف غير لما اجرب. فطبعا لو شخص جاله صداع لا مش هينفع ياخده خالص، لانه طبعا هو شيء مش مناسب، فهياخد ساعتها البدائل اللي هي بتبقى أضعف منه، ولكنها لو استمر وكان منتظم ومواظب. هي الفكرة إن حكاية الوراثة دي
بتستدعي ان يكون الشخص مواظب. فلو هو بقى مواظب على الحاجات التانية هيحسن كويس بدرجة لطيفة. طيب. خلينا نقول إن احنا لطيفة. ما هي درجة لطيفة كويسة قوي. طيب. انا هنكمل في الموضوع ده بس في سؤالين تانيين بس معانا استاذ عبد الرحمن. الو. ايوه. ايوه استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟ انا عايز اسال الدكتور انا نفسي كان عندي 23 سنه. ايوه. وعندي الشعر ده تساقط ورحت للدكتور وكتب لي على العلاج بس للاسف العلاج مش جايب نتيجه، ممكن الدكتوره بس تقول لي حضرتك هو 23 سنة وعنده الشعر بيتساقط من الفروة كلها ولا من حتت معينة؟ لا من أول القرى كده لحد الدماغ من ورا كده. كنت تسألي أي حاجة؟ طيب الفروة من فوق بس. حضرتك استخدمت العلاج فترة قد إيه؟ استخدمت العلاج مرهم وبخاخة كده بخاخة بخار في الشعر ودلت في فروة الراس. مرهم وبخاخه. بدلت بقى كده خلوه الراس. تمام. فتره قد ايه حضرتك استخدمته؟ انا بقالي شهرين دلوقتي او ثلاث شهور. شهرين. تمام. هتحب تقولي حاجه ثانيه؟ لا لا. طيب بصي استاذ عبد الرحمن تابعنا واستاذه الدكتوره منال هترد عليك دلوقتي. معانا بردك امل. استاذه امل. الو. ايوه يا استاذه امل السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. سؤال حضرتك ايه؟ لو سمحت انا عندي 25 سنه وبصيبة شعري ضعيفه قوي قوي مجرد ان انا ممكن لما امسكها بايدي كده تقع وكل ما بستخدم اي مستحضرات او اي حاجه ان هي شعري يبقى كويس بتعمل لي حبه في وشي وفي رقبتي كده من ورا. يعني لما بتاخدي اي مقويات للشعر بتعمل حب في الوش من قدام وفي الرقبه من ورا؟ ايوه ايوه. الحاجات اللي بتاخديها مقويات دي بتبقى كلها حاجات موضوعيه يعني بتديهن على الفروه ولا راس؟ لا بتبقى على الفروه بتاع الشعر زي شامبو او كريم او زيت او حاجه شكل كده. واستخدمتي العلاج مده قد ايه برضو؟ استخدمته 3 شهور. 3 شهور يبقى الشكوى بتاعت حضرتك ان في حبوب طالعه؟ لا ان انا لما بستخدم شامبو او اي كريمات او اي حاجه وباجي اغسل شعري وكده انها بتنزل على كلمتي فبتطلع لي حبوب. يعني هي عندها البصيله ضعيفه فبيكتبوا لها شامبوهات وكريمات لما تدعكها مجرد انها تلمس وشها او يعني الاطراف دي حتى من ورا كمان مكان الشعر من ورا بيطلع حبوب كتير قوي 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 كان زي بيجي لها مثلا زي بيجي لها كونتاكت. كونتاكت درماتايتس. طيب اوكي هنرد عليكي دلوقتي حالا بردك تابعينا من التلفزيون معانا استاذ محمود انا كاتب الاسئله. طيب استاذ محمود ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك سؤالك ايه؟ لو سمحت انا عندي ابن اختي بقاله 12 سنة مفيش شعرية بتطلع في راسه. يعني هو عمره 12 سنة دلوقتي؟ لا هو بقى عنده زي 18 سنة. 18 بقاله 12 سنة شعره متساقط كلته خالص وحواجبه وشنبه ومفيش أي شعر خالص بيطلع. وأختي دي مش عايز أقول لك يعني لفيت بيه مصر بحالها. ومازال لحد دلوقتي يعني الواحد بيبص له صعب شعر مفيش خالص 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 لا حواجبه ولا شنبه ولا شعر في راسه. ولا اي حاجه خالص. حاضر عيني هنجاوبك دلوقتي حالا برك تابعنا من التلفزيون. طيب معلش ناخد هويده كمان عشان ما تزهقش. استاذه هويده اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي سؤالك ايه؟ عايزه اسال الدكتوره عن في حبوب تحت الجلد في بشرتي وعايزه اسالها في بنوتي في الحر بس بيظهر تحت شعرها كده حمار وقشره. طيب وحضرتك تحت البشره ولا جلد في جسمك كله؟ لا تحت البشره بس. اوكي. اوكي. طيب خلاص تابعينا حضرتك عينيا. بصي حضرتك بقى عندنا بقى دلوقتي كده نبدا كده بمحمود الاول. ولا الاستاذ عبد الرحمن. الاستاذ عبد الرحمن الاول قال تساقط الشعر وخد علاج شهرين وشعره خفيف وعنده 23 سنه. تمام. لما بيجي شاب عنده 23 سنة ويبتدي يشتكي إن الشعر بيتساقط أو بيقل هو وصف قال من قدام ورجع لغاية ورا ده غالبا ده مبادئ الصلع الوراثي بالزبط. بيجي كده بيبقى ضروري إن في العيلة عنده طبعا واحد صغير كده بنبقى عايزين الموضوع ما يتقدمش يعني ما يزيدش بنبقى عايزين نوقفه ونرجع له الشعر تاني
هو انا فهمت منه انه بياخد علاج بس بقاله شهرين ثلاثه بس وهو مش حاسس بنتيجه كافيه. انا طبعا مش قادره اعرف بالظبط هو بياخد انهي علاج من العلاجات اللي موجوده، لكن في الحاله دي دايما بيكون من الحكمه ان احنا بندخل بالبخاخه اللي اتفقنا عليها اللي يجربها الاول، لان في الاغلب ما بتعملش صداع في السن الصغير. اغلب اللي بيشتكوا من الصداع بيبقى سنهم كبير، فهو غالبا مش هيجي له صداع ودي بترجع الشعر. ثانيا ياخد مقويات بالفم بلع وياخدها بانتظام 4 شهور ورا بعض 6 شهور ورا بعض، ده بيقوي الشعر اللي طالع وبيزود الشعر اللي على فروه الراس، زائد انه يكون عنده شويه صبر لان هو ممكن يكون هيشوف النتيجه بعد 6 شهور، هو بقاله شهرين ثلاثه، لو استنى لغايه 4 5 شهور هيشوف مظاهر ان الشعر ابتدى يتحسن ويجمد. طيب هفترض ان هو لا برضه يعني بعد ما استخدم العلاج لمدة 6 شهور برضو النتيجة مش مرضية بالنسبة له، بنعلى بقى يعني نبتدي ندخل بأدوية أقوى زي مثلا أو بعلاجات أقوى زي مثلا هو نبتدي نحقن في فروة الراس حاجات معينة بتساعدني، فده برضو بيبقى خطوة بتنشط بصيلات الشعر. بس هو الأهم إن الأستاذ عبد الرحمن ما يزهقش، لأن هو هي المشكلة إن هو الواحد بيتهيأله إنه بعد شهرين ثلاثة ما جبتش نتيجة فيوقف خالص، لا غلط، لا. فأنا برجوه إنه هو ما يزهقش وإنه هو يكمل، وهو لما هيستمر هيكون راضي عن النتيجة بس يطول نفسه معنا شوية. أستاذة أمل كانت عندها 25 سنة وعندها ضعف في بصيلات الشعر، مجرد تمسكها بتقع، ولما بيدوها كريمات أو شامبوهات مجرد إنها بتحطها على شعرها فطبعا بتلمس القوره ومن ورا بتبان حبوب وبتعملها زي كونتاكت درماتايتس. تمام. بالنسبه للاستاذه امل حكايه ان هي الضعف اللي هي تمسك الشعرايه تقع، لا ده معناه ان انا عندي نقص في شيء ما في جسمي، فالمفروض انها بتعمل تحاليل الغده الدرقيه، تعمل تحليل مستوى مخزون الحديد في الدم، تعمل تحليل مستوى فيتامين د، تعمل تحليل الزنك، يعني في بعض الحاجات بنحللها عشان نتأكد ان هي ما عندهاش نقص في الحاجات المواد الغذائية الأساسية اللي بتغذي شعرها، وممكن بنلاقي حاجة فعلا ناقصة فبتاخدها عن طريق مكملات غذائية عن طريق الفم، لان هي حكاية انها بمسك الشعر بيقع دي لا طبعا ده مش طبيعي، احنا بيقع الشعر لما الواحد بيغسل شعره ممكن لكن كده على طول لا، فدي غالبا عندها نقص ما. وفي الغالب هيطلع كمان ضوافرها، لو هي لاحظت هتلاقي ان الضوافر بتتكسر بسهوله، حاجات زي البشره ساعات بتبقى مش كده. يعني هي كلام حضرتك ان هي لازم تبدا تعمل تحاليل كامله. بالظبط نراجع عليها ونطمن عليها ان هي تمام. بالنسبه بقى ان الحاجات بتحطها بتعمل لها حبوب، لا خلاص يبقى الحاجه دي مش مناسبه لحضرتك، يعني انا لما استخدم حاجه وتعمل لي حبوب او تعمل لي نوع من انواع الالتهاب يبقى الشيء ده مش مناسب لجلدي، انا جلدي حساس ليها، برجع تاني للدكتور اللي كتبها لي واقول له ده ما نفعش معايا، لو سمحت اديني بديل. في السوق بدائل كتيره جدا من كل منتج، يعني كل منتج له عده بدائل هيقدر يديها شامبو مناسب اكتر بحيث ان هي تبقى مبسوطه، يعني التفاعل بتاعه اقل شويه على بشرتها. تمام. لا وهي ممكن يكون ما بيعملهاش حساسيه خالص، فالبدائل الحقيقه في السوق متاحه وكتيره بحيث لا مش هتبقى ان شاء الله عندها مشكله باذن الله. استاذ محمود عنده كان ابن اخوه وعنده ابن اخت، ده بقى طبعا ده طبعا عندنا ازمه، دي الحقيقه شعر خالص. دي الحقيقه حاله صعبه، ويعني هي دي اللي بنسميها الثعلبه المنتشره اللي هي بتاخد الجسم كله، ودي في الاغلب بتحصل في الناس الاطفال اللي الاب والام قرايب، وبتبقى ساعات في طفل واحد او اكتر، وده طبعا ده حاجه مناعيه بس بيبقى برضو فيها استعداد وراثي، وعشان كده بتزيد في زواج الاقارب، والحقيقه بتبقى علاجها مش سهل قوي لانه العلاج عشان يجيب نتيجه بنحتاج ناخد مثبطات للمناعه فترات طويله، وده خطر طبعا، فبيبقى على المدى الطويل مش بنبقى يعني كاطباء مش بنحب نعمل كده، فده لازم بيبقى فيه كلام ما بيننا وما بين المريض، يعني بنقعد نتكلم مع المريض وبنقعد نتكلم مع مامته وباباه، بنقعد نتناقش هل ده اهم من ده، طب ده اثاره الجانبيه مثبطات المناعه دي اثارها الجانبيه 1 2 3، طب انتوا تقبلوا بهذا، خدوا بالكم ده كذا قصاده الشعر ممكن يطلع بس لازم المثبطات نستخدمها
سنوات. فالحقيقة ده مش قرار بيتاخد بسهولة، ده قرار صعب ولازم بيبقى فيه زي مناقشات واضحة ما بين الطبيب المعالج وما بين عشان المريض والأب والأم، إن برضك العلاج اللي هيطلع الشعر ممكن يضره في حاجات تانية كتير. أيوة بالظبط، فلازم بتكون يعني زي ما بنقول كده جلسة حوار ومناقشات مفتوحة. أيوة. طيب ناخد شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة شيماء ممكن أكلم الدكتورة؟ أه دكتورة معاك، دكتورة منال مع حضرتك، اتفضلي سؤالك إيه؟ يا دكتور أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. دلوقتي انا بنتي عندها 4 سنين ونص وشعرها دايما ناشف قوي. اتفضلي سامعينك. بنتي عندها 4 سنين ونص ودايما شعرها هايش، وبستعمل كريمات كتيره واستعملت انواع من الشامبوهات، مش عارفه اثبت على ايه، وشعرها دايما هايش ومقعد، ومش عارفه هل اني ينفع اعمل لها اعاده ترميم للشعر ولا ست اعاده ترميم للشعر، ولا اعمل لها ايه بالظبط؟ يعني امشي على ايه كشامبو وككريم؟ حاضر عيني تحت امر. طيب عندنا الاول سؤال هويده كانت بتقول ان هي بيجي لها تحت البشره بتاعها حبوب في الوش، وبنتها تحت الشعر بيجي لها قشر وحمار كده التهاب. تمام. الأول بالنسبة لشكوى الأستاذة هويدة، الأستاذة هويدة بيجي لها حبوب تحت الجلد في البشرة، دي عبارة عن غدد دهنية بس كبيرة، اللي هي حاجة شبه حب الشباب، بس هي بتبقى يعني طبعا هي ممكن تكون عدت سن حب الشباب، لكن ما زال عندها نشاط في الغدد الدهنية اللي هي بتبقى مالية وشنا. فده بيبقى لو هي عميقة قوي ساعات بيحصل عليها التهابات صديدية، ودي طبعا حاجة مش بنحبها. بالنسبة للأستاذة هويدة بنحاول ناخد حاجات موضعية بتقلل نشاط الغدد الدهنية وبتقلل ان يجي عليها بكتيريا. في مستحضرات في السوق كتير اللي هي بتاعة حب الشباب، مش لان ده حب شباب بس، لانه ده نشاط في الغدد الدهنية ونفس النظرية أو نفس الفكرة بتاعت حب الشباب. فالأستاذة هويدة هتحتاج تستخدم حاجات موضعية من اللي هي بتساعد على تقليل نشاط الغدة الدهنية، وده بيبقى موجود في حاجات كتير، أبسطهم خالص خالص ماء الورد. أنا بتكلم دلوقتي على حاجة بسيطة جدا، لأن ماء الورد ده بيساعد على انقباض الغدد، فدي من ضمن الحاجات. لكن طبعا في حاجات تانية طبية لشركات برضو مختلفة جدا ومصري، حاجات موجودة ومتوفرة في الصيدلية بتبقى موضعية وخفيفة وبتقلل الحجم بتاع الغدد الدهنية. بنتها؟ بالنسبة لبنتها بقى كتير عند الأولاد بنلاقي بيبقى عندهم قشور وحمار، ده بيبقى أحيانا نوع من أنواع الإكزيما الدهنية، بتيجي ممكن ساعات في الأطفال أو في الناس اللي هي عندهم 12 سنة وكده، فده بيبقى لازم نتأكد ان ما فيش حاجة تحتيها، زي ما بقول ما فيش مثلا قراع، ما فيش حاجة. لكن اذا ما فيش وان شاء الله ما يكونش فيه يعني عند بنتها، يبقى بناخد في الاول فترة الشامبوهات اللي هي مضادة للقشر، وبرضو موجودة في السوق حاجات كتيرة، فهناخد شامبوهات مضاد للقشرة وندلكها كويس في فروة الراس عشان ننزل القشر والالتهاب ده. مفروض ان هي لما تستخدمهم فترة تتحسن كتير بإذن الله. طيب كانت أستاذة شيماء بتقول بنتها عندها 4 سنين ونص شعرها هايش ومقعد. تمام. طبعا بالنسبة يا أستاذة شيماء لحكاية أنه مقعد دي حاجة محدش يقدر يعمل لها حاجة، لأن ده الشكل بتاع الشعرة اللي هو حاجة بتاعت ربنا، زي ما حد شعره ناعم حد شعره مقعد، فدي حاجة الطب ما يقدرش يتدخل فيها، زي حد عينه لونها بني وحد عينه لونها عسلي، دي حاجة مش في إيدنا نعملها. إنما هايش دي حاجة طبعا في إيدنا إن إحنا نتعامل معاها. أول حاجة بستخدم شامبو، غالبا هيبقى شعرها جاف، فبستخدم شامبو من شامبوهات الشعر الجاف. ممكن أستخدم نوع ما يجيش على شعرها، ما يجراش، أجنبه وأستخدم نوع تاني، لأن الشامبوهات لازم أجرب مين فيهم اللي هيكون مناسب لشعر بنتي، بس دايما هيكون للشعر الجاف. بعد ما اجيب الشامبو والاقي نوع مريح ليا، وبعد ما بخلص لازم استخدم يا اما حمام كريم يا اما الحاجه اللي احنا بنسميها بلسم، بيتباع كده مع الشامبو بلسم، اللي هو بيخلي ان
الخلايا الخارجية للشعرة تبقى متناسقة وداخلة لجوه علشان الشعر ما يمسكش في بعضه، وأنا بسرحه أو الأم بتسرحه ما تقطعش الشعر وما ما تعملش دامج تكسير للشعرة يعني. فمهم جدا حكاية حمام الكريم أو البلسم بعد الحمام، بنشطف بنشف كويس قوي بالفوطة. وبعدين برضو في السوق منتجات كتيرة جدا اسمها بديل الزيت، ده بيبقى عبارة عن كريمات بتتساب بتتحط على الشعر المندي وبندلكها كده في الشعراية، مش على الفروة، بتتحط على الشعر وبندلكها فيها كده من تحت مرتين في الأسبوع على الشعر المندي. دي بتدخل ودي بتساعد على إن الخلايا الخارجية للشعرة ترجع تاني قوامها يبقى مظبوط، وإن شاء الله هتلاقي إن الشعر ما بقاش هايش. ربنا يخليكي. عندنا أستاذة آية. ألو السلام عليكم. آية راحت. طيب استاذ عطيه. ايوه ايوه استاذ عطيه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه سؤالك استاذ عطيه؟ سؤالي ان انا عندي جسمي بهرش فيه جامد، والحته اللي هرشها تطلع تحمر جامد وتطلع فيها حب. تمام. الهرش ده بقاله قد ايه حضرتك؟ بقاله زي شهرين. حضرتك عيان بحاجه بامراض معينه؟ في مشاكل عند حضرتك في الكبد او الكلى، في وظايف كبد او كلى فيها مشكله، في ادويه حضرتك بتاخدها؟ انا باخد ادويه للضغط للقلب. باخد ايه؟ باخد ادويه للقلب وللضغط وللسكر وللقولون وللمعده، باخد ادويه يعني. ما هو السكر برضك ما دام الحاجات انا كنت باخد العلاج ده قبل كده ما كانش عندي الهرش دي، بس الهرش ده مش شغال معايا بقاله شهرين. في مناطق معينه في جسمك ولا بينقل؟ اي حته في جسمي اهرش فيها تحمر وتطلع ما تطلع حد، وعايز اقطع في جسمي تقطيع. تمام اوكي خلاص، تابعنا من التلفزيون واحنا نجاوب على حضرتك. طبعا استاذ عطيه عنده هرش في الجسم وظهور حب، تمام. ده عنده يعني مجموعه من الامراض هي كفيله بان هي تعمل الكلام دوت، تمام. يعني هو عنده قولون مش مشكلة، عنده سكر ودي كارثة لأنه مش متظبط كويس أوي 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 بيعمل الكلام ده، عنده ضغط وبياخد كمية أدوية، واضح إنه بياخد كمية أدوية كبيرة أوي أوي كتير. الحقيقة هو ده سؤال صعب جدا. ليه؟ لأن الهرش الحقيقة من الحاجات اللي محتاجة إن الواحد يبقى المريض قدامه بيكشف عليه شخصيا علشان خاطر يقدر هل الهرش اللي عنده الفترة دي هل ده مجرد التهاب سطحي في الجلد نتيجة التهاب في الجلد، فبيبقى زي التهاب في بصيلات الشعر الموجودة في كل جسمنا. على فكرة جسمنا من أوله لآخره مليان بصيلات شعر مش بس اللي على رأسنا، فدي لما بنهرش ساعات بيبقى فيها الالتهاب ده فيطلع زي حب أو بؤر صديدية صغيرة جدا، ودي بنشوفها كتير برضو لما يكون السكر مش متظبط. فممكن يكون الهرش اللي عند الأستاذ عطية نتيجة حاجة زي كده، مجرد التهاب موضعي في الجلد. وممكن يكون حاجة أكبر من كده، يكون تفاعل دوائي، لأنه الحقيقة بياخد أدوية كتيرة قوي، والأدوية الكتيرة دي ممكن هي كمان تتفاعل مع بعضها فتعمل لي نوع من أنواع الحساسية في الجلد بنسميها حساسية دوائية. ممكن السبب الثالث كمان يكون إن هو عنده حاجة في تحاليله، تحاليل الكبد أو إنزيمات الكبد أو وظائف الكلى ممكن تكون عالية شوية، دي بيصاحبها هرش. يعني في حكة معروفة بتبقى نتيجة شوية لو انزيمات الكبد عالية شوية أو لو الكلى فيها مشاكل شوية، فدي لا، ودي بيبقى الحكة بتاعتها الحقيقة الهرش بتاعها بيبقى سخيف جدا جدا جدا، ودي بيبقى علاجها الأساسي مش مجرد إن احنا ناخد حاجات موضعية. ده ساعات بنخلي الشخص يروح ياخد جلسات علاج بالأشعة فوق البنفسجية في كابنز معينة يعني. فالحقيقة الأستاذ عطية هو لازم يتكشف عليه بدقة علشان نقدر هو الهرش اللي عنده أنهي سبب، لأن الحقيقة كل واحد في دول له طريقة علاج مختلفة خالص. هو بس عشان هو بيقول إن هو كان العلاج ده ماشي عليه من زمان وما كانش بيعمل له حساسية، مش معنى إن كنت ماشي عليه من زمان ما كانش بيعمل حساسية، لا ده ممكن أنت تكون بتاخد دواء بقالك 6 سنين ماشي عليه وبداية السنة السابعة يروح عامل لك حساسية، فالتفاعلات اللي بتحصل من الأدوية ما بتضمنش إمتى حصلت، فمش معنى إنك متعود عليه يبقى ده كده كويس. مظبوط. ممكن يكون الدكتور غير له علاج حاجة واحد بسيطة. أو شيء أستاذة سعاد ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز أكلم الدكتورة.
الدكتورة مع حضرتك، أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بك. أنا عندي ابني عنده 19 سنة وشعره بينزل. أيوه. وشعره ضعيف وبينزل، فهو عنده مشكلة من كده قلقان من شعره ده بينزل، حتى ما بيحلقش المكان الوسطاني ده من الشعر. طيب بينزل من كل الشعر ولا من حتة معينة؟ لا والله هو الخفيف الحتة اللي في الوسط الراس من فوق دي اللي شعره بيخف منها. تمام. حاضر ماشي تحت أمرك. على السؤال ده. طب لو سمحت كمان، عندي بنتي برضه عندها 14 سنة شعرها ضعيف، هو شعرها سايب وكل حاجة بس ضعيف، عايز حاجة تقويه أو تحسن لها شعرها. حاضر عينينا، تابعينا يا ست سعاد. حاضر وهنجاوب حضرتك. إيه عندنا آية بالمرة ناخدها. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذه ايه، اتفضلي حضرتك سؤالك ايه؟ لو سمحت اختي قبل ما كانت ما كانتش حامل فكان شعرها بيقع، فحملت فمع الفيتامينات والكالسيوم والحاجات دي شعرها ما بقاش يقع. بعد ما ولدت بثلاث شهور بدا شعرها ان هو يقع تاني. اوكي هو ده السؤال. ماشي عينينا. حاضر تابعينا وهنقول لك. حاضر عينيا الاثنين تحت امرك. نبدا الاول باستاذه سعاد لان احنا جاوبنا قبل كده على قصه الشعر بتاع ابنها اللي عنده 19 سنه. بالظبط. الأستاذة سعاد ابنها عنده نفس الشكوى اللي كانت أول مشترك معانا هنا في البرنامج الأستاذ عبد الرحمن. بالظبط. نفس الشكوى اللي هو استعداد للصلع الوراثي، فهو لازم ياخد علاج موضعي وكبسولات بالفم، وده إن شاء الله هيحسن الوضع بتاعه وهيزود الشعر وهيحافظ على اللي موجود وينتظم بيه. لكن هي المشكلة الثانية الأهم بقى اللي هي بنتها. بالظبط. اللي هي 14 سنة. بالظبط. لانه احنا عايزين ناخد بالنا ان مدام الاخ عنده الاستعداد للصلع الوراثي يبقى غالبا البنوته كمان عندها، لان اتفقنا ان ده حاجه وراثيه وبتتنقل للولد او البنت. الولاد بتصلع، البنات طبعا الحمد لله ما بيصلعوش، لكن شعرهم بيقل وده بيظهر من بعد سن البلوغ، يعني ما بيظهرش في الاطفال، لازم يكون بلغوا. فغالبا بنوتتها ابتدت تمشي في السكه دي، فعشان كده الأستاذة سعاد لازم تهتم مع بنتها إن هي أولا تغذيها كويس، أكلها يكون عالي البروتين، يعني بيض وزبادي ولبن وجبنة بيضة، غير طبعا الفراخ وكده، لكن يعني كل وجباتها لازم تكون عالية البروتين. وهتحتاج البنت تتعود من وهي صغيرة 14 سنة إن هي تستخدم حاجات مقوية لبصيلات الشعر وللشعر. السوق مليان زي ما قلت، مش بس البخاخة اللي هي بتستخدم العمر كله، لكن كمان في حاجات بدائل مواد أقل شوية، يعني أقل قوة من المادة اللي هي بنقول عليها دي أقل، لكنها بالالتزام الحقيقة بنشوف إنها بتجيب نتائج كويسة عند البنات، بس محتاجة طول نفس، يعني مش إن الواحد يستخدمها مثلا 4 شهور ويقول زهقت، لأ ما ينفعش نزهق، إحنا هنفضل ماشيين عليها على طول. تستعملها لغاية ما ربنا يكرمها تخطب تتجوز وبعد كده تبقى تسيبها. لا ما تسيبهاش تكمل. احنا كلنا بنسرح شعرنا كل يوم، نحط زيوت في شعرنا ولا مش عارف ايه، يعني بخاخه مره في اليوم، دي حاجات بسيطه. ربنا يا رب يديها الصحه ويفرحها. ان شاء الله. عندنا استاذه ايه كانت بتقول تساقط الشعر، كانت اختها قبل الحمل طبعا كان عندها تساقط، لما حملت طبعا الهرمونات زادت والدنيا بقت صحيح. كويسه. أيوة. فشعرها اتحسن، فقالت عشان كانت بتاخد فيتامينز. صح. طب بعد الحمل التساقط رجع تاني. طبعا فضل. ده شكوى معروفه جدا. اللي هو بعد الحمل وبعدها بشهرين ثلاثه، مش اول ما الواحده بتولد، لا هو دايما في حدود الشهرين ثلاثه يبتدي يحصل، بعد اللي هو بنعتبره ستريس او حاجه او عمليه كبيره او حاجه قويه يبتدي يحصل تساقط. دي حاجه معروف، لان طبعا الولاده دي حاجه يعني قويه جدا. يعني فما تقلقش، شعرها هيرجع تاني في خلال 6 شهور، هيرجع تاني التساقط ده هيقف من نفسه. لكن طبعا احنا برضو مش عايزين نستنى ليه من نفسه، ما برضو الحاجات متاحه. ده في انواع في الصيدليات مقويات للشعر من كل الماركات ومن كل الانواع، وحاجات عمرها ما هتضر. هي طبعا برضو ممكن تكون بتفكر في اللي بترضع في فيها مشكله، لا خالص، ده في حاجات بتبقى مقويات مش هتاثر خالص خالص، فاحنا ناخدها ودي هتحسنها تماما في خلال كام شهر،
هيرجع شعرها يرجع تاني ما تقلقش. للأسف للأسف يعني أنا مستمتع جدا 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 بوجود حضرتك معايا وبالأسئلة وبإجابات حضرتك الجميلة على كل الناس، وكنا محضرين 5 أو 6 مواضيع هنتكلم فيهم وخدناش بالموضوع واحد اللي هو تساقط الشعر. تمام، فيعني نتمنى من سيادتك توعدينا إن شاء الله بإذن الله بحلقة تانية نكمل فيها المواضيع دي بإذن الله. وحقيقي شرفت جدا 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 وانا سعدت بتواجدي هنا في القناه، وسعدت بالاسئله والمشاركات والمداخلات بتاعت الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. في نهايه حلقتنا بنشكر استاذه دكتوره منال بوصيله استاذ الامراض الجلديه بكليه الطب قصر العيني على تواجدها معانا، وان شاء الله نتقابل معاكم كل يوم سبت من الساعه 2 ل 3 على الهواء، والاعاده بالليل بتبقى تقريبا الساعه 9 وبعدين بتعاد تاني يوم الخميس. يا رب نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين، ونتقابل على خير إن شاء الله. سلام عليكم.